والحمد لله، يعني الحمد لله، والله الحمد لله على نعم كتير لربنا، والله على الواحد يعني الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الآخرين. تخيل لو أنك نشأت الديه، أو تخيل لو أنك أحمد موسى، تخيل لو أنك عمرو أديب مثلا، يعني أنا بضرب أمثلة وعمال تدافع عن واحد مخرم وعايز تقنع الناس بالعافية إنه الراجل نظيف ومحترم تخيل نفسك لو مصطفى بكري. على أي حال، تغير فجأة مؤشر الإعلام بعد فضيحة طيارة عنترة، وبدل ما نواجه أزمة الحقيقة إن الدنيا حلوة بس أنتوا مش واخدين بالكم، يعني طلع الإعلام يقلب مرة تانية ويشيد بتقرير جديد للحكومة أنت نفسك مش واخد بالك منه، إن الدنيا زي الفل، وإن معدلات النمو ممتازة، وإن الديون متسيطر عليها، وإن الدنيا بص لوز العنب. نبدأ بهذا الكائن، هذا الكائن الحقيقة. أنا ما أعرفش، بسأل نفسي سؤال، لو إن السيسي حرمنا من نشأة الديه والباز أفندي وأحمد موسى، هنواجه أكيد عقليات. السيسي هيحطنا في أزمة لو الناس دي اختفت من الإعلام، والله العظيم بتكلم جد وبصدق. السيسي هيواجه أزمة خطيرة، هيخلينا يحطنا في أزمة خطيرة لو اختفى نشأة الديه والباز أفندي وأحمد موسى من الإعلام، لأن مش هنعرف نعمل إيه. مؤكد هيجيب رامي رضوان، ورامي رضوان واد بيتكلم بعقل بمنطق، فأنت هتتعب. رامي رضوان او غير رامي رضوان، يعني انا ما بتكلمش عن رامي رضوان لوحده، يعني في الاخر انت بتكلم واحد عنده منطق، انما ده هو ده ما عندوش منطق، ده رداحة بالايجار. خلينا نشوف نشأة الديه بيكشف بالارقام حساب الاقتصاد المصري خلال مواجهة الازمات. اتفرج، خش يا معلم. كشف حساب عملوه مركز المعلومات في الجهاز في مجلس الوزراء، واتكلموا على كشف حساب الاقتصاد المصري خلال 8 سنين. خلينا نروح لحضراتكم سريعا. الاقتصاد المصري حقق اعلى معدل نمو من 14 سنة على الرغم من تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية. باختصار شديد، معدل نمو الاقتصادي اللي هو 6.6% سنة 22، السنة دي كنا في سنة 2013 2.9%، كنا 2.9، النهاردة 6.6. المعدل العالمي 3.8، المعدل العالمي 3.8، أنا أكبر من المعدل العالمي وصلت 6.6. لا أنا معلش، عايز الفيديو من أوله، أنا المذيع هنا أطلب الفيديو من أوله. أنا عايزك عايز تاخد بالك من الأداء الجسدي بتاعه في أول الفيديو، تحس إنه وقع منه حاجة، إنه اتنشل، يعني تحس إنه بيراجع امتحان وغلط فيه، تحس ان في حد قلعه حاجه مهمه كان لابسها. بص الاداء ده، هات كده. كشف حساب عملوه مركز المعلومات. ايه يا عم، في ايه؟ انت بتلقط خرز على راي الصعيده؟ انت بتلضم الخرز في بعضه؟ انت بتعمل منديل تريكو؟ كشف حساب وعمال يدور ومش شايف راسه من رجله وحالته بالبلا يا حجدرات. طيب ده كشف حساب. احمد موسى طلع برضه هو التاني، ما هم دول المستاجرات. احمد موسى نقل الجنيه كان في الضياع سنه 2013 واصبح، وانما ايه النظره دي يا احمد؟ ايه ده، ذئب يا اولاد، ذئب بيبص على الكاميرا. واصبح ضمن افضل 10 عملات في العالم في 2020. طب انا اتحداك يا احمد تاخد 10,000 جنيه وتروح بيهم النمسا، وروح اي مكتب صرافه اقول له غير لي دول، ان ما افتكرك بتضحك عليه وجايب له بنك السعاده، فلوس بنك السعاده، يبقى تعالى قابلني. جنيه ليه ادي اللي بتكلم عنه؟ ده الجنيه ملوش شكل اصلا. حتى الديون قال لك احنا مسيطرين عليها وفي الحدود الامنه واقل معدل. ده مين اللي بيقول كده؟ عم مبلولي بذات نفسه طلع قال معدلات الدين اللي على الدوله المصريه تصنف على اعتبارها من اقل الدين العالميه. يا راجل، من اقل الدول ديون في العالم على يدي، على رأي المرحوم فؤاد المهندس، على قد يا مبلولي.
حتى اسال، كنت انا قاعد هنا وكان بلومبرج قاعده هنا والبنك الدولي قاعد هنا، نروح بعيد ليه؟ ده تقارير البنك المركزي نفسه بتقول ان جدول خدمه الدين، مش الدين الاصلي، لحد 2021 مش الدين الاصلي. تخيل كارثه. خش كده، خش وهات حد يخش معاك اهو. ده بقى البنك الدولي بقى، ادي البنك المركزي المصري اهو، سنترال بانك اوف ايجيبت. تخيل في حد 22 اهو، لحد 2022 مصر مدينه لحد سنه 2071. يا سنه سوخه ومسيطر عليه، امال لو متسرب كان عمل ايه؟ لما نقول الحكومه، بس انا كمواطن يا حكومه مش حاسس باي لا مؤاخذه جاز ولا انجاز، والفقر بياكلنا بسببكم يا حكومه. انتوا بتكلموا مين؟ يكون الرد على طول جاهز. على فكره انتوا مهملين ومش بتوع شغل. فيطلع هنا واحد من دومسيسي، بس ده بقى الشرشوحه بقى. انت يا باز تكتب عني الكلام ده؟ لا تكتب عني يا باز، ولا ومنشط محمد ناصر مش عارف ايه. يا باز بصداغك دي. بص بقى يطلع الباز، العب بقى الباز، بيقول لك ايه بقى؟ في لما تيجي تبص لادائنا تلاقي احنا في المجمل يعني مهملين فعلا، وما بنشتغلش بكفاءه عاليه، وما بنشتغلش كتير، وما بنبذلش مجهود ولا حتى في التفكير. يعني دي مشكله عندنا كلنا، مش لان انا ما بتعاملش انه الناس اخر يعني، لا. فدي ازمه طول الوقت. لما نيجي انا يا ريت، رغم انه هذا الهاشتاج مغرض وطالع في وقت بحيث انه ايه يقلب على الناس المواجع، لكن انت ببساطه شديده جدا تعالى والله فكر انه ليه ممكن تكون الواحد فقير او الواحد محتاج او الواحد ظروفه صعبه. دور على الاسباب الحقيقيه ودور على حلول لهذه الاسباب، ممكن توفق فيها او ما توفقش، لكن ادمان الشكوى وحش. ده الباز افندي، ما فيش حد في مصر ما بيقولوش غير يا باز افندي دلوقتي. طيب لو فكرت زي ما هو قال لك كده وسمعت كلام الباز افندي وقلت اوكي يعني هفكر، ورحت واجهت النظام بالارقام، هنا بقى يا حضرات هيكون كلام نزار قباني اللي قاله: الخيارات هنا محدودة، ما بين دخول السجن أو دخول المقبرة. مفيش، والله العظيم كاتبها نزار قباني من زمان. فالخيارات هنا محدودة، ما بين دخول السجن أو دخول المقبرة. ده اللي حصل للخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الخالق، اللي قال لك مافيا سياسية سرقت منزلي ورسالتهم وصلت اهو. ده نشر النهارده في عربي 21، اقتصادي مصري: مافيا سياسية سرقت منزلي ورسالتهم وصلت. دخلوا عليه رجال امن اشداء اشاوس اشاعس، دخلوا عليه هو حسب ما هو كاتب يعني، وسرقوا منه مجموعة كتب 80 نسخة من كتبه او اكتر يعني، عن مأزق الاقتصاد المصري، عن كيفية مواجهته، كتب صدر سنة 13، وحوالي 20 نسخة من كتاب عريض اتهام ضد الرئيس الصادر في 2012 إلى آخره يعني، واتسرق. والراجل قال لك كتب لهم، قال لهم الرسالة وصلت يا سفلة تقريبا يعني، قال لهم الرسالة وصلت يا سفلة، وما قدمش بلاغ. طب ما قدمش بلاغ ليه يا دكتور فاروق؟ قال لك لأنه أنا عارف يعني هقدم بلاغ في مين. فإذا فكرت، إذا قررت تواجه عنترة بأي سؤال فيه فكر، فالخيارات هنا محدودة، ما بين دخول السجن أو دخول المقبرة. هو الدكتور فاروق قال كده، قال أنا عارف أنا، وهو اعتقلوه قبل كده لما طلع كتاب قال لا مصر مش فقيرة ولا حاجة. فالكتاب اتصدر، وأول مرة في التاريخ، في تاريخ أي دولة، إن مواطن يعتقل عشان بيقول ان دولتي زي الفل وكويسه. تخيل. اما المستقبل بقى فمظلم للاسف، زي بيقول عمرو بدر عضو مجلس نقابه الصحفيين اللي نقل صوره سوداويه عن المستقبل زي ما بيقولوه خبراء الاقتصاد، وكتب هو الكلام بتاعه ده. قال: حاولت الايام اللي فاتت اطلع بهدوء، اطلع بهدوء على وجهات نظر موضوعيه
عن أزمة الاقتصاد في مصر، حاولت أركز على تحليلات ومعلومات جادة بعيدا عن التهويل والتهوين، لكن الحقيقة بلا مبالغة هي أن كل المتخصصين الجادين والمستقلين اللي بيتكلموا عن أوضاع مصر الاقتصادية بيرسموا سيناريوهات متشائمة جدا، وتقريبا في شبه اتفاق بين الكل أن الشهور الجاية أصعب من كل اللي فات، وأن قيمة الديون ومعيد سدادها مشكلة كبيرة جدا ملهاش حل لغاية الآن على الأقل. والمرعب فعلا أن كل البدائل اللي الاقتصاديين بيقدموها صعبة والناس مش هتقدر تتحملها، واللي منها مثلا رفع الدعم عن المواطنين، تحرير الجنيه قصاد الدولار، ترك تحديد قيمته للعرض الجنيه للعرض والطلب. احنا قصاد ازمه لم تمر بها البلاد في تاريخها الحديث. ده اللي قاله عمرو بدر، وزي كلام الخبراء قالوا برضو من زمان، زي استاذ السياسات بالجامعه الامريكيه الراجل اسمه الدكتور ابراهيم عوض، استاذ السياسات بالجامعه الامريكيه، كتب مقال ولا أروع أنا معرفوش، وقد تكون لي أول مرة أقرأ للرجل ده، لكن لما قريت المقال حسيت إنه ده واحد محترم. الرجل بيقول في المقال، المقال اسمه في مواجهة المسألة الاقتصادية، بيقول إنه هو قال في 2016 لا داعي للجوء للقرض بتاع 2016 اللي خرب بيتنا. بيقول كان الأقدر هو عدم اللجوء للصندوق أساسا في أغسطس 16 عندما ذاع خبر التفاوض مع الصندوق بشأن القرض اللي كان 12 مليار دولار وتم الاتفاق بشأنه في نوفمبر التالي وصاحبته إجراءات ما سمي بالإصلاح الاقتصادي. نشرت الشروق مقال ليه هو نفسه لكاتب هذا المقال تحت عنوان حتى لا يذهب القرض صندوق هباء. الإصلاح لم يكن اقتصاديا بل كان إصلاح مالي، وحتى الإصلاح المالي الذي بدأ لسنوات إن المراد منه تحقق، فقد تلاشى والآخر بخلاف التواريخ وجهل هنا وهناك. بعد 6 سنوات ينطبق مقال أغسطس 16 على الوضع الحالي، يعني بعد 6 سنين عايز يقول نفس الكلام وإن القرض هيذهب برضه هباء. المطلوب دلوقتي سياسات كان ينبغي اتخاذها من 2016 على الأقل، سياسات على المديين المتوسط والطويل لدفع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية على المدى القصير للتصدي. المسألة الاقتصادية في مصر امتدت في الزمن، ولكنها ككل مسألة قابلة للحل. مضمون الحل مسألة اقتصادية فنية، غير أن الإقدام على الحل قرار سياسي، أما الاختيار بين البدائل الفنية والتوفيق بينها فيتداخل فيهما الاقتصادي والسياسي. وعليه إن كان المسألة الاقتصادية أن تحل فلا بد من إصلاح سياسي يفك القيود ويفسح المجال للخيال والمبادرة والعمل الجماعي والفردي. كلام محترم جدا. ولا مكملين ولا محمد ناصر ياد يا باز يا قليل الادب، حد يكتب ياد في الصحافه تكتب منشط بالطريقه دي؟ ولا يا لعيب يا ولا. وبعدين تفتكر ان انا ده انا قعدت اضحك عليك ضحك يا باز، جريده كامله بتكذب محمد ناصر ولا ونشر العنوان بقى وعامل جو. يبقى المواطن العادي اللي بيستفز منك يا باز ومن اصداغك ومن عمرو اديب ومن اصداغه ومن الاخ مصطفى بكري ومن الاخ احمد موسى، وطبعا من نشاه اللي الحلق بتاع والدته ضاع منه وهو بيتكلم، اللي الناس مستفزه منكم جدا جدا. بيتقال لا يعني اروح اسدد ديون وانا مش تاكل